خير الورى، كنز التقى، نور الهدى، سيدي
وملاكي وحبيبي وقائدي وقدوتي ومنقذي وطبيبي وشفيعي يوم العرض على الله محمد رسول الله. من طلع في افق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه نشهد يا سيدي بانك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجاهدت في مولاك حق الجهاد وعبدت ربك حتى اتاك اليقين من ربك وتركتنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاه وسلاما يليقان بمقام امير الانبياء وسيد الاصفياء وتاج الاولياء ودره خليقه طه. وطل ربنا عن الذين ايدوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني اللهم اجعل الصدق والاخلاص رائدي في كلامي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رماد. وبعد احبتي في الله اني احبكم في الله فاسمعوا مني ابين لكم ان الذي يتلفت حوله الان يرى ان هناك استعلاء للكفر والكافرين وسيطره للشرك والمشركين ويكتشف ببساطه وبداء لا تحتاج الى اهمال فكر ولا نظر بان قوى الباطل تسيطر على زمام الامور في مشرق الارض ومغربها وان حضارات العالم السائده الان حضارات كافره مشركه ملحده لا تؤمن بالله بل تحارب عباده وتستهزئ بدينه ومع ذلك فبيدها المخدرات ولها السيطره والاستعلاء والهيمنه على من عداه. ونرى ان جموع الموحدين وقولون الغرباء الصادقين في بقاع العالم قاطبه نراهم في حاله من الاستضعاف الشديده ونراهم في حاله من الضعف وعدم القدره على المجابهه والمواجهه لأن ما يملكون من مقدرات لا يتساوي البتة مع الذي يملكه أعداؤهم الذين أعطاهم الله عز وجل مقدرات الأرض بل مقدرات الكون. وهنا يبدأ التساؤل العريض الذي تساءله أهل التوحيد على مر التاريخ وفي زمان كل دعوة صادقة تخاطب الناس بالحق وتدعوهم الى نصرته. فكان التساؤل العريض ما هي الحكمه في ان يكون للكفر غلبه وما هو السر في ان يكون للباطل هيمنه او اثنى على الحق او ليسوا على الباطل أولسنا المسلمين أوليسوا المشركين. فإن لما يا رب لما يا دعاة الأرض لما كل القدرة بيد أمريكا الكافرة لما كل التكنولوجيا بيد اليابان والصين الوثنية لما نجد
مناطق القوة ونقاطعها بيد الكفر بينما لا نجد شيئا بيد المسلمين ولا بيد الموحدين. ما هو السر وما هي الحكمة وراء ذلك؟ هل هذا لهواننا عن الله؟ هل هذا لأننا سقطنا من عين الله؟ أم هل هذا لأنكم تحدثوننا عن قضايا خرافية مثالية فلا يوجد شيء اسمه حق وباطل ولا يوجد شيء وما عدنا نصدق بأن هناك يوم سيأتي نرى فيه غلبة الحق للباطل وغلبة الإيمان للكفر والشرك؟ لأن الصور من حولنا تؤكد بأن الأمر لهم قد استدب وأمسكوا عصا التسيار فأن يتركوها. فهم قد سبقونا في المضمار التكنولوجي وقد سبقونا في المضمار العسكري وقد سبقونا في المضمار العمراني وقد سبقونا في المضمار الاقتصادي وقد سبقونا في جميع نظم الحياة التعليمية والتربوية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية. فأن يأتي ذاك اليوم الذي نرى فيه غلبة لنا عليهم ونحن على حال من الضعف والشتات واللا مقدرة مهينة بينما هم بأيديهم كل شيء. هذا تساؤل عريض قد سأله جميع الموحدين لأنبيائهم في فترات الاستضعاف وفي فترات غلبة الكفر والكافرين. هذا السؤال تكرر في القرآن مرات ومرات بالإشارة والعبارة وجاء الجواب عليه. أيها الإخوة، وإني أجيب اليوم عن هذا التساؤل والذي أعتقد جازما بأنه يتردد في عقول الكثيرين وأنه قد سمم عقائد الكثير من الموحدين وجعلهم لا يستمعون إلى دعوة الحمد ولا إلى ندائه محتجين بهيمنة الكفر وسيطرته. أجيب عن هذا التساؤل لأنني بدت أرى ملامح مخيفة بدأت تظهر على ألسنة المتكلمين وعلى صفائح الأوراق من قبل بعض الكتاب والمؤلفين. مفاد هذه الطروحات والقضايا هو التشكيك بقضية الحق والباطل، التشكيك بمقدرة الحق على أن تكون له الجولة الباطلة النهائية، الشك بهيمنة الله وقيوميته، الشك في قدرة الله وجبروته وقهاريته، الشك في أن أصل هذه القضية موجودة قضية الصراع بين الحق والباطل لما نرى من غلبة الكافرين لسنين طويلة. أقول لكم أيها الإخوة مجيبا عن هذا التساؤل العريض، أقول إذا نظرنا في الكتاب والسنة وفي سجل التاريخ نرى أن الله عز وجل قد بين لنا العشرات من الحكم من وراء هيمنة الكافرين وسيطرة المشركين وعلو الباطل في الأرض. وإني سأخذ من مجموع الحكم ثلاث أجليها لحضراتكم في هذه العجالة لعل قلوبنا تمتلئ ثقة بوعد الله الذي وعد ولعل جوارحنا تبدأ بالحركة والعمل من أجل أن نوقف هيمنة الكافرين في العالم وما ذلك على الله بعزيز. وإنما السماء تنتظر حركة الأرض فإذا ما تحرك جند الأرض من أهل التوحيد تحرك جند السماء ماذا وغار ونصر وتأييد. وإذا بالقلة كثرة في صف الموحدين وإذا بالضعف قوة وإذا بالذل عزة وإذا بالشتات وحده وإذا بالعجز قدرة
وإذا بنا نحقق بدرا من جديد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما تتحول مجريات الأمور إذا تدخل الله؟ إذا تدخل الله يجعل العذاب عذوبا والمرارة حلاوة، ويجعل العدم حقيقة، ويجعل المستحيل ممكنا، لأن الأمر أولا وآخرا بيد الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يظن بعض الناس أن هذه الآية تختص بيوم القيامة فقط. هذه الآية ينزعج أثرها على كل لحظة تعيشها، وكل جزء من لحظة أنت تحياه النداء يأتيك متعاقبا، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ والإجابة تأتيك مع السؤال لله الواحد القهار. الفاعل هو الله، والمتصرف هو الله، والقادر هو الله. وإن الذي نراه من علو الكافرين إنه الحكم. قل أقتطف منها ثلاثة. الحكمة الأولى، يقول المولى سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس. الله أكبر. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن من حكم الله سبحانه وتعالى أنه يملي للكافرين، وأملي لهم إن كيدي متين، ويتركهم وهم يعاندونه ويحاربونه ويحادونه وعباده، يتركهم ينتفشون عظمه وينتفخون صلته ويتبجحون قوه ويستعلون مخترعات ومكتشفات واعداد هائل، حتى اذا بلغوا الذروه من القوه، وحتى اذا وصلوا إلى درجة ليس وراءها زيادة من الصلف والكبر والازدراء الغير العلو والهيمنة، في هذه اللحظة يأتي الله نكالة بهم وزيادة في إيلامهم، ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر لكي تتضاعف لهم الآلام والعقوبات، ولكي يشفي صدور عباده الموحدين بأخذهم وهم في قمة الصرف والكبر والعجب. أخذ لك مثال فرعون. فرعون وصل إلى درجة كان ملك عالم يحكم شعبه وأمته، ولكن بدأ يزين لقومه فاستخف قومه فأطاعوه. أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أوليس عندي العساكر والجنود والجيوش؟ أوليس مع الاسترهاب ومع التلويث، وإذا به يقول: ما علمت لكم من إله غيري فيقول منا، وإذا به يقول: أنا ربكم الأعلى فقال: نعم أنت ربنا الأعلى. وأخذ الطور النهائي في الهيمنة والصعب أخذ طور. ماذا يمكن أن يدعي البشر أكثر من الألوهية؟ قد وصل إلى الحد النهائي من العلو واستعباد الغير. أنا ربكم الأعلى، فجميع الناس اجتمعوا على هذا. نعم. وبدأوا يمارسون معه طقوس الربوبية. فنحن الآن أمام رب مزيف ظاهرا يملك كل المقدرات ويملك كل الإمكانات، وما لأته جميع الشعوب على ذلك ووافقت وبدأ يتبجح. إن فرعون عاد في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم
ويستحي نساءهم. الله اكبر. اذا القضيه قمه في الصلاه والاضطهاد والاستعباد والاذى. تنادي موسى احد ببنت شبه والكل يعتقد ان هذا فعل ربوبيه، ولكنها ربوبيه مزيفه. في هذا الاستعلاء في حد النهائي يشاء المولى سبحانه وتعالى ان يجعل نهايه فرعون على يد من رباه فرعون، على يد الرضيع الذي انتقضه من اليم واسكنه واطعمه وغذاه واعتنى به ونشا امام عينيه على انه ولد له، مدللا منعما تحت نظره، حتى اذا اكتمل نموه وحتى اذا تمت رجولته، موحد واحد هو موسى، اجتث ملك فرعون وازاله من الوجود. في هذه القمه النهائيه من الاستعلاء، الاستعلان ذهب فرعون، اختفى بجند من جنود الله، جندي واحد هو البحر، هو البحر. المئه الف الذين كانوا مع موسى لما راوا فرعون يتبعهم قالوا انا لمدركون، فندموا وتابوا واقلعوا وبداوا يعلنون الولاء من جديد. وثبت موسى وقال كلا ان معي ربي سيهدين، قد ان اوان نهايه هذه الهمه الكفريه. واذا بالبحر يبتلع فرعون ومن معه، واذا بالارض التي اعدها وبالعمران الذي رفعه وبالخيرات والكنوز التي جمعها صارت للموحدين يتنعمون بها. ايها الاخوه، اذا من حكم الله في ايمنه الكافرين انه يملي لهم ويملي لهم حتى يصلوا الى قمه التبجح والتانح، هناك ياخذهم لكي يكون الاخذ شديدا. من الحكم ايها الاخوه، الحكمه الثانيه، ان الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليبلوكم. وقال انما يبتلى الرجل على قدر دينه. ومن هنا كان الموحدون وكان المؤمنون هم اشد عباد الله ابتلاء وامتحان. الله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمنين الموحدين بهيمنه الكافرين وعلو المشركين لكي يرى من منهم سيبقى واثقا بالله ومن منهم سيضطرب، من منهم سيمتلئ قلبه دخنا ودخلا وترددا فينقطع عن الله ويلجأ الى غيره خيفة وخشية وطمعا ورغبة، ومن منهم سيبقى على اعتقاد ان الفاعل والمالك هو الله سبحانه وتعالى. فهذا العلو والهيمنة من الكافرين انما هو اختبار لعقيدة الموحدين ولإيمان المؤمنين. يقول المولى سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وعلى هذا عندما جاء أهل التوحيد في مكة في وقت العذاب والاضطهاد على غير المشركين وعلو المشركين كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء والاستنصار، فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب شديد عنفهم ومكثهم وردهم، ثم قال مؤكدا حقيقه صراع الحق والباطل وان الغلبه للحق والذي نفسي بيده لتسيرن الضعينه من صنعاء الى حضرموت لا تخافوا الا الله والذئب على الغنم ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وهذا الامر تم، فجاءت ايام فتحت بها مكه وذلت فيها رقاب المشركين وطارت بعض الرقاب، وجاء يوم فتحت اليمن وسارت الضعينه هذا المسير الذي حدث عنه النبي عليه الصلاه والسلام، وها نحن الان في موقف مشابه
في هذا الزمان؟ من منا بقي على ثقته بالله وعلى ارتباطه بمنهج الله؟ ومن منا برر بهيمنة الكافرين فتشكك بمغفرة الله وبمصداقية دينه فعاش غلاء مع الغرباء وصار يسير فيها عما لا يهمه إلا أمر الدنيا ولم تعرفها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن مرحلتنا هذه: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم، أمر لا بد منه، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، يهودي وطائي تعالى فاقتل. إلهي عليكم وعلى نفسي على مسامعكم هذا الحديث، كيف حالكم القلبي في التجاور معه؟ هل هناك ثقة وهناك يقين وهناك استعداد منكم لأن يكون هذا الأمر على أيديكم؟ أم أن القلوب بدأت تضطرب وتتساءل حول مصداقية الحديث؟ وهل يمكن؟ إسرائيل التي تملك الترسانة النووية، وإسرائيل التي تدعم من دول الشرق والغرب، وإسرائيل التي عجزت كل الدول العربية والإسلامية بتعدادها الكبير المليار والربع، إسرائيل عجزت هذه الدول والدول أن تقف بوجهها، سنقاتلها ونزيلها من الوجود، هكذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنما إسرائيل الآن ومن يمدها أيها الأخوة في مرحلة انتعلائها النهائي، الآن وصلت إلى قمة صلبها وتوجهها، وقد آن الأوان لكي ينفذ هذا الحديث. وإني والله أراه جد قريب. أولئك الذين انشغلوا بقروشهم وعروشهم وفروشهم وكروشهم ودشوشهم لم يفهموا عني ما أقول، ولم يتجاوروا مع الذي أطرح، لكني أقول مؤكدا إن هذا الحديث سينفذ خلال وقت قصير وقصير جدا، قد لا يخطر على بال أحد منا، وهو مشهور بلذاته ومادياته. نعم، والدليل على ذلك مأخوذ من القرآن. قد وصلت إسرائيل إلى قمة صلفها وقمة سيطرتها وقمة تفتحها، وفرضت كلمتها على شعوب العالم، وهي الآن تنفذ ما تريد في الكون. فإذا هذه هي علامة النهاية لها، ولكن كيف تنتهي؟ نفهم ذلك من خلال الحكمة الثالثة. الحكمة الثالثة أيها الأحبة أن الله عز وجل يعطي الهيمنة للكافرين والعلو للباطل اختبارا للموحدين الصادقين. من منهم سينفذ أمر الله ثقة به فيقاتلهم وينابذهم ويواجههم ويجابرهم ولا يسلم لهم ولا يذل أبدا، بل يبقى مستمرا في المنافسة حتى يفصل الله في القضية. ومن منهم سيترك ويتخلى ويجبن ويهرب ويلقي بالمسؤولية على غيره؟ إن من الحكم هي اختبار الموحدين في هذه المواجهة، من سيواجه الكفر مع عدوه، ومن سيولي الأدبار، من سيخذ عفة الصادق ومن لا. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن أمر هذا الدين، وفي رواية تقاتل عن أمر الله لا يضرها من خالفها وخذلها حتى يأتي الله. تقاتل. وفي رواية: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظهور، أي هم يذلون الكافرين في غلب، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم، أوليس جند الشيشان الذين يصبرون ويثبتون أمام قوة روسيا وجيوشها وحلفائها وهم 1400 مقاتل فقط، أوليس هذا العدد القليل بثباته واستمراره في جهاده قد ظهر على الكافرين هناك؟ أوليس جماعات التوحيد الصابرة الصادقة في مواقع الامتحان في العالم الإسلامي لا تؤكد بأن لها الظهور على الأعداء، إن مجرد ثباتها وصبرها وعدم تزحزحها وتزعزعها لتدل على أنها ثابتة. هذه حماس في فلسطين، وال
الجهاد ضدها هناك، وهذه جبهة مورو في الفلبين، وهذه جماعات الجهاد في كشمير، كلها تقاتل عن أمر هذا الدين رغم الضغط الكفري الهائل الذي يمارس عليها. ولكن نحن انقطعنا عن هذه القضايا كلها. إذا من الحكم هو الاختبار للموحدين بمنابلة الكافرين. وقد كان الصحابة الكرام في زمن الردة هم أكثر الناس أعطوا الدليل على صدقهم وعلى إيمانهم، حينما طوقتهم قبائل العرب التي ارتدت عن دين الله ولم يبقى على التوحيد إلا قلة قليلة، ولكنها ثبتت وواجهت وجابت وصادمت حتى أعادت للحق نصابه أيها الإخوة. وخذ هذا المشهد البسيط الذي أختم به وجبتي بين حضراتكم مبينا فيه قضية المنابلة في زمن علوم الباطل. نسيبة بنت كعب المازنية صحابية جليلة، عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المهاجرة استقبلته مع الناس وعلى كتفها صغير لها يدعى حبيب مزيد، وتقدمت من النبي عليه الصلاة والسلام وقالت بايعه يا رسول الله، قالت بايعه يا رسول الله. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطفل الصغير. ومرت الأيام وإذا بمسيمة تعد صغيرها عبد الله وخبيبا وحبيبا، تعد الصغار الثلاثة إعدادا لا يماثله إعداد أعدتهم على أنهم قرابين لا إله إلا الله. وإذا بها في معركة أحد تخرج إيمانها معها وتشترك هي في هذه الغزوة، وعندما تنكسر شوكة المسلمين تنظر مسيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أحاط به جمع من المشركين يريدون قتله، وإذا بها تلقي بقمة النهر وتصرخ بشمليها الصغيرين يا رسول الله وإياكما أن يصل إليه وبينكما عين تطرف، وأسرع الشبلين يذودان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيعون، والنبال تنزل في أجسادهم والسيوف تقطع في أشلائهم وهم على صغر سنهم يبلون بدائل الأبطال، ولكن الكفة ما زالت ضعيفة، وإذا بها تستل سيفا وتنزل إلى الميدان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لله ذرها، ما التفت يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا خلفا إلا ورأيتها تقاتل دوني، وأقول لها يا أم عمارة من يطيق ما تطيقين، من يطيق ما تطيقين، سليني سليني. فقالت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال اللهم اجعلها رفيقتي في الجنة. وعندما تقدم ابن قمية يريد أن يهوي بسيفه على النبي عليه الصلاة والسلام ضربته ضربة في مقتل، ونزلت ضربة سيفه في عاتقها فخدت أخدودا، ولما بريت كان الصغار يضعون أيديهم في هذا الجرح العميق يلعبون به. واستمر القتال ونجا النبي عليه الصلاة والسلام ويرحل عن الدنيا، وتأتي خلافة الصديق. وقبل أن تأتي الخلافة تنبأ مسيلمة الكذاب بأنه نبي رسول، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يرسل حبيبا ابن مسيلمة يدعو مسيلمة ويحذره، ويذهب رسولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يصل إليه يقيده هذا الكافر المتنبأ ويقول للفتى الصغير أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال أشهد أن محمدا رسول الله. قال
أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع، لا أسمع مثل هذا الكلام، لا أسمع. قال اقطعوا يمينه، فقطعوا يمينه. فأعاد عليه القول، قال لا أسمع. قال اقطعوا شماله، فقطعوا شماله. قال أعيد عليه القول فأعادوا، قال لا أسمع، فقطعوا رجله ثم رجله الأخرى. ثم قال له يا مسيلمة، لو قطعتني ومزقتني أشلاء فإني لأشهد أنك كذاب أشر وأنك مسيلمة كذاب. فحملوه ودماغه تنزف وألقوه في بطون يغلي في بطون من النار يلتهب حتى اشتوى، حتى شوي كما تشوى الدجاجة. وبلغ النبأ لنسيب، فماذا قالت؟ هل ولولت؟ هل ندبت؟ هل نظمت الخدود وشقت الجيوب؟ لا أبدا، إنما اكفهر وجهها وقالت لمثل هذا اليوم أعددته وسكنته إن لم يفعل ذلك. لمثل هذا اليوم أعددته وسكنته إن لم يفعل ذلك. أما أنت يا مسيلمة فإن أمكنني الله منك لأجعلن تبكي عليك البواكي. وفي جيوش الردة في زمن الصديق انطلقت مسيلمة مع الجيش المسلم ومعها ولدها عبد الله، وحاصروا الكذاب في حديقة الموت ودخلوا عليه، وكان بين الجيش ثلاثة كل واحد يتلمض على مسيلمة ويريد الوصول إليه قبل صاحبه. مسيلمة الأم المفجوعة، وعبد الله الأخ الثائر ووحشي قاتل حمزة يلوح بحربته ويقول أين مسيلمة كي أطهر حربتي بدمه، حربتي التي قتلت بها حمزة. ولما وقع النظر عليه انتض عليه الثلاثة وكأنه صقور نزلت من علم، انقض عليه فعاجله عبد الله بضربة فأقعده، وهجمت عليه مسيلمة بخنجر فمزقت، وجاءه وحشي ودق صلبه بحربته فمات الكذاب الأشر قتل. وهي في هذه المعركة تصول وتجول، جاءتها ضربة فقطعت يدها، عادت إلى المدينة تستر يدها من أعين النساء، وتبقى المرأة مرأة ولا تريد أن يرى النساء يدها، لأن منظر المرأة بيد واحدة منظر يفقدها شيء من الجمال وشيء من البهاء. ومات الصديق واستلم عمر، وظهر جيل فقد بعض تربيته الناصعة، فبدأوا يتحدثون عن يد نسيبة المقطوعة، ويتهامس النسوة فيما بينهم، هل رأيتم يدها؟ أنظرتم يدها؟ ويفاجئ الناس بعمر رضي الله عنه ينادي الصلاة جامعة في غير وقت الصلاة، الصلاة جامعة. ويجتمع الناس، وهذا النداء لا يعلن إلا لأمر خطير أو لتعبئة جهادية. احتشد الناس في المسجد، والتقى عمر المنبر وفي وجهه آثار غضب كبير، وقال أيها الناس أتذكرون يد نسيبة المقطوعة؟ أيها الناس أتتكلمون عن امرأة سبقها بعضها إلى الجنة؟ أتتكلمون عن امرأة سبقها بعضها إلى الجنة؟ والله لا أسمع أحدا يعيد هذا المقال إلا ضاعفت له العقوبة. وإذا بنسيبة ترفع رأسها معتزة بهذا الوسام، وتمضي بقية حياتها مجاهدة في سبيل الله حتى لقيت ربها. أيها الإخوة، من حكم الاستعلاء اختبار أهل التوحيد بالمنابلة والمواجهة، وهل سيفعلون أم سيصبحون غثاء ويجبنون. وهنا تأتي الآية الفاصلة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا إذا أراد المؤمنون ذلك. كيف ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا؟ قال بشرط واحد، أن يقوم هؤلاء المؤمنون بما أمرهم الله به من إعداد أنفسهم وتقويتها و
مواجهة الكافرين وقتال أهل الباطل في كل مكان وعدم الذل وعدم قبول العام، أن يقوم ما يجب عليهم من مواجهة ومجابهة واعتزال بدينهم ودفاعا إذا رأى الله منهم هذا على قلة ما يبذلون يلغي هيمنة الكافرين ولا يجعل الكافرين على المؤمنين السبيلا. أيها المسلم، إن حملت سلاحك ستقتل، وإن جبنت ستقتل، وإن وليت هاربا ستقتل، وإن دخلت في بعوج مشيدة ستأتيك قذائف الكفر وتقتل. إذن إذا كان لا بد من ذلك فاحمل سلاحك ومت ميتة العز وأسمع الكون ذاك النداء الطروق يا خير الله اركبي يا قدس إنا قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. واجعله لمن خلفه آية، وجلل البيت الأبيض بالسواد،
وكنيسة اليهود بالدمار وكرملين موسكو بالانهيار. اللهم انصر جندك المقاتلين في كل مكان. اللهم ثبت أقدام المرابطين في كل مكان. اللهم سدد رميهم وصن أحرارهم واحقن دماءهم واحفظ أرواحهم وأمدهم بأمدادك الخفية الجلية. واجعلنا بعض تلك الأمداد وارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات واختم أجالنا بما نرجوه من أمل الشهادة في سبيلك يا رب السماوات والأرضين. اللهم من عادنا فعاده ومن كادنا فكده ومن نصب لنا شباكا فاجعله عالقا بها ومن حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وجمد الدماء في عروقهم حتى يذبحوا انفسهم بايديهم يا رب السماوات والارضين. اللهم رد هذه الامه الى لحام دينها ردا جميلا ورد شبابنا الى ساعات جهادهم ردا جميلا ورد بناتنا الى عفافهن ردا جميلا ودبر لهذه الامه فانها ما عادت تحسن التدبير. اللهم اجعل بلادنا في حفظك ورعايتك وامانك. اللهم زوجها بسياج الرعايه ولا حظها بانظار العنايه واجعلها في خزائنك خزائن بسم الله. اللهم اجعل هذه البلاد في امن ورخاء وسخاء. اللهم احفظها من شر الاعداء والاسواء والادواء واحفظها من شر العدوان والانسان والشيطان واحفظها من شر الفتن الداخليه. ووحد كلمتها واجمع شتاتها واجمع صفوفها حكاما ومحكمين واجعل ابناء هذه البلاد خير جند لدينك يا رب السماوات والأراضين يحققون الغاية ويرفعون الراية ويعزون اللواء من جديد يا جبار يا قهار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوة وآلهم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.